هلا هي مش حساسيه ان بمعنى انه حساسيه والله انه حبوب وحمار وهيك، لا هو بيطلع هاي وحده من الاشياء من العلامات اللي بتطلع. نعم. بس هي ما بتبلش بالبدايه بهاي الطريقه، بتبلش بانه انتفاخات، عدم ارتياح بشكل عام للوضع الامعاء، بتحس الواحد انه خلص انه متضايق مش قادر انه طول الوقت فل، بصير عنده يا امساك يا اما اسحال. أه. وبصير مزمن. هلا الاغلبيه بصير عندهم اسهال مزمن مع غازات والم، يعني لدرجه انه بتوصل للالم بدخل مستشفى من كتر الالم. أوه، أوكي. يعني مش اشي سهل ابدا، مش اشي سهل ابدا بالضبط. الاشياء المتطوره طبعا، اذا ما هو ما اكتشف هذا الموضوع شو بده يصير معه؟ حساسيه على الجلد، حساسيه مش عاديه، راشز، يعني نحن بنسميها كل الايدين والجسم بيطلع عليه زي البقع الكبيره، بقع حمراء وكثير بتحك. فهو بكون كثير متضايق من هذا الوضع. هلا في ناس كثير ما بتعرف، يعني بقول لك لا خلص قولون عصبي كلياته قولون عصبي، لا هو بس فعليا مش قولون عصبي. ما بنقدر نكتشفه هذا الحكي الا عن طريق فحص دم وفحص عن طريق المنظار. انا هذا السؤال كنت اسالك اياه، انا كيف ممكن اعرف انه انا عم بعاني من حساسية القمح؟ ممكن أنا أشوف عم بطلع لي بقعة بس ما أكون عارف شو سببها، إشي مشكلة جلدية بالزبط. مثلاً بالضبط بالضبط. فإنه أهم إشي إذا أنا كانت هدول كلياتهم مع بعض، إن أنا صار في عندي وجع في البطن وفترة تقريباً أسبوعين أنا طول الوقت بطني بوجعني ومنفوخ وفي عندي ألم لدرجة مش طبيعية، ضروري على السريع مباشر أحكي مع طبيب الجهاز الهضمي. لأنه إذا أنا تطورت معاي الأمور وأنا ما التفتت للطبيب أنه حتى أنه هو يساعدني أني أرجع أنا لوضع طبيعي ويعطيني العلاج، ممكن يصير في عندي مشاكل أخرى من ضمنها تقرحات، ممكن يصير في عندي كمان يعني سوري يعني انه يصير الواحد بالبراز مع دم لانه من سبب التقرحات، ببطل في عندي امتصاص كامل لاي شيء انا باكله بسبب تقرحات. يعني حرام، معاناه بتصير معه، معاناه. هلا السبب الرئيسي فيها هي جيني، يعني هي جينات. نعم. وراثيه. وممكن يكون هذا الحكي عند الاب او الام او الجد او الجد وهم مش عارفين. هلا الشيء اللي بيساعد انه هذا الموضوع نخلص منه، انه لازم اهم شيء اول ما يصير في عندي اي خطوه غلط او حاسه اني انا في عندي مشكله ضروري اروح على طبيب الجهاز الهضمي. نعم. هلا شكل المستقبلات بتاعت هلا الجهاز الهضمي من جوا بكون فيه مستقبلات او بنسميها شعيرات صغيره على راس هالمستقبلات. نعم. شكلها بيختلف للناس اللي في عندهم حساسية القمح عن الناس التانيين. اها. يعني هيك بنقدر احنا نميز برضو، هو هيك الطبيب اصلا بيقدر يميز عن طريق المنظار كمان. فبيعرف انه في عندهم حساسية قمح او مش حساسية قمح. فهلا ضروري انه نحن نبعد اول إشي بالتغذية. هلا لازم شغلتين ضروريات انهم الواحد يتبعهم. نعم. يروح عند اخصائي التغذية، هي اهم شيء بالضبط، ويروح عند الطبيب.